طيب ايتنا هبة الحين جديدة حتى مع مراجعينا لما يونا في كثير منهم يقولون اول شيء والله احنا بنبلش او بلشنا حتى بالديتوكس قبل لا يبلشون الدايت يقولون والله انا بنسوي ديتوكس هنا هذا في ناس اللي قبل لا يسوون دايت يقولون عشان بننظف اجسامنا في ناس لا يقولون والله نبي نسوي ديتوكس اصلا كدايت ايش سالفة الديتوكس هذا ايش علينا سالفة الديتوكس هذا ايش علينا؟ زين الديتوكس غالبا يكون يعني يكون نظام غذائي هو مو نظام غذائي حتى يعني ما يعتبر نظام غذائي لانه ما في اكل هو شرب لا يعتبر مشروبات؟ مشروبات غالبا عصاير غالبا اعشاب او مثلا هذا الماي اللي نشوفه دائما يحطونه الماي اللي داخله ليمون ونعناع او بيريز هذا شو بالمساجات هاي كل مكان صالون زوارات في بعضهم يعني بالمق مالهم يعني على مدار اليوم يشربونه عبالهم ان هذا راح ينظف الجسم ولا راح ينزل الوزن هذه المعلومه يعني خاطئه هي ممكن تكون مفيده يعني مفيده هذه المشروبات لان خلينا نقول ان هي تشجع على شرب السوائل وانا قاعد اتكلم عن موضوع او عن المشروبات اللي تكون ماي مع ليمون واعشاب او ماي وبيريز لانه ممكن يكسر طعم الماي يخلي الواحد يشرب ماي اكثر إنه ما يمل بس العصائر أنا ما أفضل إن الواحد يعتمد عليها يعني بشكل مستمر لأن غالبا العصائر ندري مع إنه أهما يعني من مصدر طبيعي اللي هو الفاكهة بس هم الشجر فيه يكون عالي هذا الحين هم بالديتوكس في عصائر ولا بتكلم عصائر بشكل عام عصائر بالديتوكس أوكي في عصائر بالديتوكس يعني. بالديتوكس أوكي. يعني مو بس كلها أعشاب في عصائر وفي أعشاب في عصائر مثلا يشربون تفاح مع ليمون يشربون مثلا فراولة مع خلطات يسوونها احنا صدق نشوف الوزن ينزل عليهم على العصائر لان مثلا خلينا نقول هم ياخذون من 3 لـ4 أيام يعتمدون على بس العصائر او بس المشروبات فصح راح ينزل الوزن بس مجرد ما ان هم يبدون نظام غذائي معين راح ترد هذه الكيلوات اللي نزلوها لانهم غالبا فقدوا سوائل منطقي لا وثانيا تروالي يعني بالديتوكس الحين لما واحد يبلش ديتوكس وكله سوائل 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 ما في اليوم اجسام صلبه دشت داخل الجسم ف يعني جزء كبير كذلك من فقدان الوزن ان الاجسام الصلبه طلعت ومحلها فقط قيدش سوائل صح فعلى قولتك يعني انت واحد من يبلش مره ثانيه ياكل حتى لو كان دايت يعني مو الاكل الطبيعي حتى ياكل الدايت راح يرتفع اللي هو من الكيلوين 3 اللي نزل لهم هذا بالضبط وهم ما له علاقه باللي هو تنظيف الجسم لان احنا عندنا عضو بالجسم مسؤول عن تنظيف الجسم من السموم اللي هو الكبد فاحنا ما نحتاج نسوي اي نظام غذائي قبل لا نبلش نظامنا الغذائي عشان ننظف يعني ما في شيء نشربه من برا وننظف اجسامنا كان زين لو في ينزل الوزن كان زين لو في ننظف اجسامنا كان كلنا شربنا يعني هذا الديتول مو موجود اصلا مو موجود خوش زين على طاري الحين مشروبات الديتوكس اللي سولفناها هذه توه اللي قلتي انت عصاير وبعدين اعشاب الحين هذا انا قلتش حتى وين اكثر مكان انا شفته فيه الانستغرام كل ما انزل بوست خلطه ام فلان ما ادري شنو لحرق الدهون الاعشاب خلطه ما ادري الرداده الفلانيه علشان لحرق شاي التخسيس شاي التخسيس فهذه الحين شيهان الحوارق الدهون والتخسيس مال ام فلان وعلان وتحط رقم تليفونها بعد يعني الحين هذا شنو الحين انا اخذ منهم حق رقم مشتركين هذا الحين صدق كذب شو السالفه زين احنا غالبا شايات الاعشاب هذا التخسيس القهوه التخسيس اللي هابين فيها بعد هي عباره عن خلطه اعشاب احنا ما ندري هذه الخلطه اصلا شنو مكوناتها صح ممكن يكون فيها اعشاب معروفه اوكي ممكن يكون فيها مواد احنا ما ندري شنو هي أو مثلاً دوز الكافيين فيها يكون عالي فممكن تكون خطرة تسبب مثلاً ارتفاع دقات القلب فهي يعني الأشياء اللي داخلها مجهولة صح. فممكن إن هي خلينا نقول
لها تأثير احنا قاعد نشوفه او قاعد نحس فيه، مثلا تكون مدرة للبول، تمشي البطن. دائما الناس حسبالهم اذا مشى بطنهم يعني هم قاعد يحرقون، صح؟ بس كثرة هذه الاشياء ممكن تكون خطرة، ممكن تكون خطرة. فانا غالبا ما انصح باشياء تكون كذي خلطة ام فلان وما ندري شنو مصدرها، لا. انا افضل الواحد يبتعد. هي غالبا يكون مجهولة، بعد هي تدري ان الخلطة السرية مالت ام فلان فغالبا تكون مجهولة. واحنا دائما نسمع او عندنا معتقد، خلينا نقول دام ان الشيء اعشاب فهو اكيد نافع، لكن اتوقع ما هو بالضروره. يمكن اليوم في اعشاب اوكي صحيح طبيعيه، بس ممكن هي مو مناسبه لحالتك، يعني العشبه الفلانيه غير مناسبه لحاله علي مثلا. بالضبط، خصوصا بالاعشاب احنا يعني ما عندنا دراسات كافيه تعطينا الدوز حق العشبه نفسها، حق الكونديشن نفسه، ممكن يكون خطر كثرتها. غير الأشياء اللي هي مو الأعشاب، ما ندري شنو داخل من خلطة أم فلان السرية. زين، طيب الحين شيء يجر شيء، احنا رحنا من اول شيء من الديتوكس بين وصلنا للاعشاب، ووصلنا شيء هم بعد قريب من هالسالفه، حرق الدهون اعشاب هالسالفه. ويعني هالسالفه انا اشوفها اكثر شيء بملعبكم انتم، يعني سموها على الهجمه. بنات وايد تاليف بالبنات، بنات والزوارات بالحريم، تلقين مثلا ينزلون موائد وولائم يروحون طق فيها الله يحفظهم من زين، يروحون واخر شيء عشان ترجع الموضوع تاخذ لها سطل شاي اخضر وتقول عشان يحرق الدهون. ففعلا الحين شاي الاخضر يحرق الدهون ولا شو؟ انا عاد بحش بخالاتي يعني. ايه ان شاء الله انه ما اطلع الموضوع. احنا خالاتي كذي ينزلون طول اليوم اكل ورايحين، حتى ماكو بريك، بسم الله عليهم، ماكو فتشات. بعدين نهايه اليوم مطاره وكواب، ويتهاوشون على اكبر كوب، على بنا هذا الكوب هو اللي راح يحرق كل اللي سواه. المطارة شنو يحطون فيها؟ شاي خضر، وكل عشبة شي تحس فيها حرارة، دارسين، زنجبيل، عشان يحرق يحرق، هذا اللي يحرق. ووايد بنات كذي يعني نهاية اليوم تلقاها قاعدة بفراشها كوب شاي خضر عشان تكفر على اللي سوتها طول اليوم. فعلًا يكفر الحين ما يكفر؟ كان زين. أوكي. كان زين لو يكفر. أنا كنا ندور على الشيء. كلنا شربنا ما نروح النادي حتى. فلا، الشاي الأخضر بالعكس مفيد نشربه كيعني مشروب صحي، لأنه فيه مضادات أكسدة. نفس الشيء الدارسين وزنجبيل، هذه الأعشاب الحارة بالعكس هم تعتبر أعشاب مفيدة. الدارسين يعني مثلا خلينا نقول في دراسات تقول إن قهوة ممكن يساعد بخفض سكر الدم. بس ما نعتمد عليه كشيء أساسي إن هذا شيء ينزل وزني. وبعد الشيء بالشيء يذكر، يعني احنا ايام ما كنا نجهز بطولات الشباب اللي هم يدشون في بطولة كمال اجسام، صدقين الدارسين كنا نستخدمه فعلا حق تنظيم سكر الدم. بس الدارسين لازم تكون في دوسز معينة ودوسز عالية بعد علشان يشتغل داخل، خلينا نقول داخل مجرى الدم وداخل الجسم، علشان تاخذين استفادة اللي هي خفض سكر يعني مثلا على مدار اليوم، رشه بالقهوه، رشه بالاكل، رشه بالمشروبات كذي يعني على مدار اليوم. فالحين يعني الشاي الاخضر ما يحرق؟ طبعا لا. اوكي، معناته مفيد لكن ما يحرق. احنا ميخا شوي تهجمنا على الحريم، بس الحق يعني ينقال. ها انا الحلاق اللي اروح له، الحلاق اللي اروح له نفس الفكره، اي يبلش حلاقه اشوف في كوب على الكبر هناك محطوط، ها، والشاي الاخضر كذي يلعب زين. ياخذ له بعد فموت تي باجز هذول، لا شاي اخضر شاي اخضر غريب زين. ما شاء الله عليه يعني بطنه وهو قاعد يحلق دائما يطق بكوعي. يعني عمره ما ضعف، دائما حلق من سنين عنده يطق. قول ايش قاعد تشرب انت الحين؟ قول هذا شاي اخضر انت توني ماكل. يعني مدى السنين هذا كله عمري ما شفت بطنه نزل، فما ادري شنو يسوي هالسنين هذه كلها. هو ما حس انه ماكو فايده؟ ماكو فايده ومكمل ومصمم. زين، اليوم الشيهان اللي هي خلينا نقول الشاي الأخضر، الأعشاب الحارة مثل ما قالت توا طيبة، الديتوكس بشكل عام، هذه كلها خرافات وحكي ما له أساس علمي لنزول الوزن. ولكن احنا ما قاعد نقولهم الحين ضارين ولا غير نافعين إلا إذا كان استخدامهم خاطئ مثل ما سولفنا بالحلقة.
خلنا نشرب هذه الشاي الأخضر والأعشاب المفيدة هذه اللي سولفنا عليها، هذه الماء المنكه بالفواكه الحمضيات الأعشاب مفيدة جدا، خلنا نشربها علشان تخلينا نشرب زيادة سوائل وناخذ الفوائد الفيتامينات الأملاح المعادن فيها، لكن لا نستخدمها لنزول الوزن. السندويتش بتاعنا النهارده سندويتش مميز جدا اللي هو بيستو تونه ساندويتش. ده سندويتش من النوع الخاص اللي احنا مخصصين به. طبعا الخبزه خبزه شباتا، تمام، مع صوص اللي هو صوص البيستو اللي هو صوص الريحان مع التونه والخس والطماطم. نبدا تحضيره. طبعا الخبزه لا تتعدى 60 جرام، ده من افضل الخبز اللي موجود اللي هو خبز الشباتا. البيستو اللي هو البيستو صوص اللي هو الريحان، طبعا الريحان من الصوصات الغنيه جدا لان هي فيها الريحان الفريش مع بعض انواع المكسرات وزيت الزيتون والجبنة البرميزان، فكصوص صوص غني جدا. مع الخس الايسبرغ، زائد التونة. التونة هي من افضل انواع البروتين اللي حضرتك تقدر ان انت تاكلها، افضل من اللحوم او افضل من الدجاج، هي يعتبر رقم واحد في انواع السيفود. مع جبنة الموزاريلا، بكده بنكون انتهينا من الساندويتش. بكده نقدر نشوف مكونات الساندويتش دي، مكونات ممتازة جدا ومتناسقة جدا. كده انتهينا من الساندويتش بألف هنا وشفا.